شفتي اختي البنت عامله ازاي؟ ما فيهاش غلطه. النسوان دي يا اختي، امال احنا كده ليه؟ وايه المفقعه اللي جايبها لنا الحاج دي؟ انا عارفه مش عارفه عاجبه فيها ايه، وفرحانه لي بشويه المطبات اللي عاملاهم لي. وحياتك عندي كله نفخ وتركيب وزق. ايه زق دي؟ انا عارفه بقى يا انهار. طب شفتيها يا اختي وهي بتعمل التمارين؟ عماله تتقصع. قال يعني بقى البت رياضيه بتعمل تمارين الصباح. يلا يا خايبه، ده احنا اللي هبل مش واخدين بالنا من روحنا وقاعدين برشين كده لما عمالين نعرض. او النعمه الشريفه، عمالين ناكل لب وسداني وكاجون لحد ما نسينا نفسنا وجسمنا. يا نهار اسود، قوم نايل بست النيله. لا ما تعمليش في روحك قوي كده، ده انتي قمر وحلوه وجسمك حلو ومش مسقطه ولا عندك بروز ولا في حاجه زياده. بسم الله عليكي، ربنا يخليك ليا يا انهار. وانتي والنعمه الشريفه خدي مني قمر، والنعمه الشريفه مناخيرك من منمه ووشك قمر وجسمك جسمك ولا البت ينام في حريم السلطان. يا اختي اقعدي على جنب، احنا ولا بناخد بالنا من روحنا وحوستنا حوسه. او النعمه الشريفه وبرضك مقصرين كده في جسمنا. انا مش عارفه يا اختي ايه اللي بيحصل لنا بعد الجواز، بنتبدل. الواحده من دول تتجوز عدله فجاه تقوم لابسه وش خشب وتمد البوز شبرين وتنسى روحها خالص لغايه لما تقلب بومه ماشيه في البيت. لا مش معاك انا في دي. لا اسكيوز مي بقى يا انهار، ما الرجاله برضه ناقصه ساعات كده مخها بيصغر، بتبقى عايزه تهج من البيت وخلاص، زي ما يكون في الكنب بتاع البيت براغيث بتقرص فيهم طول ما هم قاعدين كده. طب وبعدين؟ انا مش مطمنه. نعم يا اختي، وانا كمان الفار بيلعب في عبي. البت دي قلقاني، البت زي ما يكون هتعمر وتقوم قلشه واحده فينا. قلشه؟ يا نهار اسود، فين الموكوسه الثالثه؟ مش عارفه، انا عايزه الموكوسه الثالثه.